تحية طيبة لكم جميع مشاهدينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست ومع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. مباشرة إلى عناوين هذه الحلقة: جسد معاناة المعتقلين بعد خروجهم من سجون النظام، صانع محتوى سوري يطلق فيديوهات تمثيلية. وفي موضوعنا التالي: جدري القروض، ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا من موضوعاتنا: قال إنه لطالما حلم بزيارة مقام علي بن أبي طالب، جورج قرداحي يزور المراقد في النجف وكربلاء ويثير غضب عراقيين. بعد انتشار فيديو مجزرة التضامن الشهر الماضي، أحدث فيديو المجزرة مع تقرير صحيفة الجارديان البريطانية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قساوة ما ورد فيه. صانعو المحتوى على مختلف المنصات الاجتماعية أيضاً تفاعلوا مع هذا الحدث بشتى الأشكال. واحد من هؤلاء كان أبو حميد محمد لفقاني، الذي يملك حساباً على تطبيق تيك توك ولديه ما يقارب 50,000 متابع. نشر محمد هذا الفيديو والذي أداه تمثيلاً ليوضح حال المعتقلين بعد الخروج من معتقلات النظام على إثر مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد. فانتشر الفيديو بشكل كبير جدا حتى صدق البعض إنه حقيقي. نتابعوا جزءا من الفيديو ونعود. شو اسم حضرتك؟ أستعداد لك. حاضر سيدي. من أي محافظة أنت؟ إذن كان هذا الفيديو الذي نشره محمد لفقاني. ما لبث محمد أن خرج في فيديو ثان ليوضح حقيقة الأمر، إذ أن الفيديو انتشر على أنه حقيقي وبدأت الصفحات بتداوله بشكل واسع. نتابع ما قاله في الفيديو التوضيحي. هذا الفيديو توضيحي لكل مين شاف الفيديو السابق واعتبره هو حقيقي. فيديو الاعتقال هو تمثيل وأنا عندي محتوى تمثيلي، فأنا حبيت جسد هذه الحالة بطريقة تمثيلية، وتشكركم أنكم وصلت لكم الرسالة بعمق. بتمنى كل شيء مين عمل ديتو يكتب أنه هذا المشهد تمثيلي حتى لا تقهر الأمهات ولا الزوجات ولا الأطفال. تلفزيون سوريا كان التقى بصانع المحتوى محمد اللاذقاني وكان أعد معه تقريرا. نتابع التقرير ونعود. الحمد لله على السلامة. شو اسم حضرتك؟ أي واحد سوري مر بحالة اعتقال لو يوم واحد بيبقى عالق بذاكرته هذه الألم والقهر. أنا محمد من مدينة اللاذقية، دارس مساعد مهندس كهرباء، لي تجربة على المسرح من خلال الدراسة بالأيام الدراسة بالبكالوريا أو الجامعة، فكانت تجربة خطة في المسرح، والمسرح يعد أبو الفنون، فاكتسبت بعض المهارات والفنيات على المسرح من خلال أدوار صغيرة أخذتها. بال2000 2011 تعرضت لاعتقال نتيجة لشيء أنا مقتنع فيه، إنه هذا الحرية الكاملة لكل الشعب السوري مخنوقين، فأنا اعتقلت بهذه الفترة وامتد هذا الوجع وطعم الذاكرة فيه لها الأيام، فوجدت نفسي من الواجب إنه أقدم محتوى يستحق المشاهدة ويواجه الحقيقة اللي مرينا فيها ويصدر المشهد بشكل حقيقي، لأن السوريين اليوم معاناتهم كبيرة وما بتوقف عند مشهد أنا قدمته مهما كان يبلغ من الإحساس، لكن آلام السوريين والواقع اللي مروا فيه
أكبر بكثير. المشاهد اللي اجت بعد هذا المشهد المعتقل اللي اخذ صدى عند الناس، مشاهد من المعتقل او حال المعتقل بعد الخروج، لانه تاثير السجن بعد الخروج بيبقى المعتقل سجين رغم انه خرج جسدا لكنه عقله يعني معتقل، فيبقى هذا السجن في عقله، يعني هو خرج جسد لكن معتقل. فهذه الحالة أنا عم جسدها من خلال فيديوهات، إنه شو تأثيره على المجتمع، شو المجتمع بيأثر فيه، أثر هذا الاعتقال على أولاده، زوجته، أطفاله، وبالعكس تأثير النفسي هو كيف يرى الناس الشارع، كيف يرى المدينة، كيف يرى، يعني هو اليوم يجلس في الزاوية يرى الأشياء أنه هو غريب. هو الفيديو كان أصلاً عبارة عن حالة تجسيد وضع المعتقل خارج السجن، فكان تمثيل والله وصل إلى قلوبكم جميعا. فبدي وصل رسالة من خلال حالات بدي اكتبها وصورها إن شاء الله قريبا، يعني بدي عالج قضايا السوريين من خلال دراما بتعالج مشاكلهم وبتداوي جراحهم وتضمد عليها وبتكشف للعالم أنه نحن بلد عظيم أصيبنا وجراحنا كبيرة. سلامة حرية. ينضم إلينا الآن من مدينة الريحانية التركية محمد اللاذقاني صانع المحتوى على تطبيق تيك توك. تحية لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، كما ذكرت في التقرير أنت مساعد مهندس بالأساس، ما الذي دفعك للتوجه إلى تطبيق تيك توك؟ نعم، تحياتي لكم أستاذ، أتشرف بكم. دفعني إلى ذلك هو من منطلق إحساسي بهذا البلد الذي أنتمي إليه روحا وجسدا ولا أنفصل عنه، لأنني ضمير متصل ألتقي مع الناس في معاناتهم في كثير وأتقاطع معهم في كثير من الأمور، منها الإنسانية الاجتماعية. فمجتمعنا السوري بعد 2011 امتلأ من الجراحات، فكان هذا من هذا المبدأ انطلقت حتى أنا وصل الرسالة، لأنني أعرف معنى الكلمة. بعد مشاهدة هذا الريبورتاج الجميل أشكركم جزيل الشكر، تذكرت قول الشاعر، لأنني دمعت صراحة، لا تعذلوني لا تعزلوني حين أبكي أسا، العدل كل العدل أن أعذرا، سبب لي هذا الشعور الأسى، مصيبة الإنسان أن يشعر. فمن هذا المنطلق أنا جسدت وسأستمر إن شاء الله بتجسيد حالات السوريين وآلامهم وجراحهم من خلال نقل الأحداث من المكتوب إلى المرئي، من خلال تجربة سابقة أنا مررت في السجن وعندي تجربة سابقة وأعرف طعم القهر جيدا، لذلك كان هذا الفيديو صارخا وحقيقيا خرج من قلبي ليصل إلى قلوب الملايين. طيب محمد، خلينا نستغل الوقت، يعني نروح للفيديو الشهير اللي كنا عم نحكي عنه، اللي هو أنت مثلت في حالة أحد المعتقلين الخارجين من سجون النظام اللي فاقد للذاكرة، فاقد الوعي، يعني هو شخص آخر مختلف تماما. كثيرين تداولوا هذا الفيديو على أنه هو حقيقي، ألا تربي أنه كان من المفترض أنه نكتب على الفيديو أنه هو مشهد تمثيلي، لأنه الكثير من الصفحات تعاملت معه على أنه حقيقي؟ يعني مرات بالنظام كان يعمل هي الحيلة، يطالع فيديو بهي الطريقة ويرجع يجي فيه لاحقا ليضرب مصداقية كل الفيديوهات الحقيقية. نعم صحيح، الأمر يفترض كان أن أكتب أنه تمثيل، لكن ما توقعت هذا الانتشار، ظننت أنه سيراه بضعة آلاف من أصدقائي على منصة التيك توك، لكن تفاجأت بهذا الانتشار الواسع. نعم. ولكن ما عاد أقدر أصلح، لكن صلحت في فيديو بعد. صحيح. بعده أنني قمت بتوضيح، عرضناه قبل قليل الفيديو توضيح، بقي أثر المشهد مؤثرا، لأنني أعتني بكاركتر وأعرف ما معنى الأثر
الداخلي للقهر على على نعم. على المعتقل. فكانت تعابيري يعني حقيقية صراحة من خلال أنني تذكرت ما فعلوا فيه بالسابق. فبلحظة التتاوى 30 ثانية انفجرت كل الآلام وكل حالات القهر في داخلي في 33 ثانية. فكانت خارجة بين ضحك مؤلم وابتسامة وقهر ودموع، فامتلأت بجميع العواطف. فسبحان الله ما توقعت هذا الانتشار والله، وأتمنى لكل من غاب عن أهله أن يعود سالما، وكل معتقل أن يفك أسره ويعود إلى أهله بخير وسلامة. نعم، كل الشكر لك محمد الأثقاني صانع المحتوى، نتمنى لك كل التوفيق بالتأكيد. شكرا جزيلا لك. أشكرك أخي عابد، حياكم الله، نورتم، أهلا بكم، وإن شاء الله نستمر إن شاء الله. القضايا كثيرة والجراحات كبيرة، ولكن سنتناول إن شاء الله جميع النواحي. كل التوفيق، في الغرب كل التوفيق وفي كل لك. مكان كل التوفيق لك، تحياتي لكم. حتى اليوم ما تزال آثار كوفيد-19 حاضرة في حياتنا بعد أن شغل هذا الفيروس الشهير العالم لأكثر من 3 أعوام، وشل حركة الاقتصاد وأغلق الأماكن العامة وأجبر الكرة الأرضية على ارتداء هذا الشيء المعروف باسم كمامة، لتصبح جزءاً من عادات الإنسان اليومية قبل أن يكتشف لقاح له يعيد الحياة إلى طبيعتها. وإن بقيت بعض الإجراءات حتى اللحظة حاضرة في بعض الدول أو بعض الأماكن العامة، لذلك إن كنت ما تزال تعاني من آثار كوفيد-19 فيؤسفني أن أخبرك أن ثمة فيروساً جديداً أزاح كوفيد-19 عن عرشه ليتربع على مقعد الأوبئة الأكثر شهرة خلال الأيام الماضية. جدري القرود، فيروس جديد يشغل المؤسسات الصحية الآن في العالم، خاصة بعد تسجيل 80 حالة مؤكدة حتى الآن في 11 دولة حول العالم، بما فيها المملكة المتحدة التي لم تكن تتوقع ظهور إصابات بمثل هذا المرض فيها. تتضمن أعراض هذا المرض جدري القرود الحمى والصداع والانتفاخ وآلام الظهر وآلام العضلات والخمول، وبمجرد ارتفاع درجة الحرارة يظهر طفح جلدي بداية من الوجه ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكنه يكون في أغلب الأحيان في راحة اليدين وباطن القدمين، وتختفي العدوى دون تدخل طبي بعد أن تستمر الأعراض ما بين 2 إلى 3 أسابيع. بحسب منظمة الصحة العالمية فإن هذه العدوى بهذا المرض أو الفيروس تنجم عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها. وقد وثقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن مناولة القرود أو الجرذان الجامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض، علما بأن القوارض هي المستودع الرئيس لهذا الفيروس. ومن المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيدة من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط بالإصابة به. سوزان هوبكنز وهي كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت بحسب ما نقلت ديلي ميل البريطانية إن هناك انتشاراً لمرض جدري القرود بشكل ملحوظ بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية في كل من المملكة المتحدة وسائر أوروبا. تضيف سوزان بحسب الديلي ميل إنه تم تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية. أما البروفيسور السير بيتر هوربي وهو مدير معهد علوم الأوبئة في جامعة أكسفورد يقول في تصريح لبي بي سي عن الفيروس: نحن أمام حالة جديدة جدا، إنها مفاجأة ومفاجئة أيضا ومثيرة للقلق، مضيفا أننا بحاجة إلى التحرك لمنع هذا الفيروس من الحصول على موطئ قدم، وعلينا تجنب شيء كهذا كليا.
ورصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وذلك أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس إلى باقي الدول، إلا أن أول إصابة في الشرق الأوسط كانت من نصيب إسرائيل، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أول أمس عن تسجيل إصابة بجدري القرود، هي الأولى في الشرق الأوسط بعد رصد دول عدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. نقلت يديعوت أحرانوت عن متحدث باسم مستشفى إخيلوف إنه تأكدت إصابة رجل بالغ يبلغ من العمر 30 عاما بجدري القرود بعد عودته حديثا من أوروبا الغربية حاملا أعراض هذا المرض. أما في سوريا فقد تم تداول العديد من الأنباء عن إصابات حدثت في سوريا، ولعل مناطق الشمال السوري المسيطرة عليها من قبل المعارضة كانت الأكثر استهدافا لمنصات الأخبار التي تناولت هذا الخبر والتي تداولت أنباء عن تسجيل أول حالة جدري قرود في سوريا. ترافق هذا الادعاء مع مجموعة من الصور لطفل يظهر على وجهه وجسده طفح جلدي. أول من نشر هذا الادعاء كان شخص يدعى الطبيب مصطفى جيعان، والذي نشر على صفحته في فيسبوك مجموعة صور لطفل قال إنها لأول حالة للإصابة بجدري القرود في منطقة الدانة بريف إدلب. من جهتها منصة تأكد المتخصصة بالتحقق من الأخبار كانت نشرت دحضا لهذا الادعاء على موقعها الرسمي بعد التواصل مع الدكتور محمد سالم مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم التابعة للمعارضة، والذي نفى بدوره الأنباء التي تتحدث عن وجود أول حالة جدري قرود في الدانة، مشيرا إلى أن الصور المتداولة لا تتوافق مع الصور السريرية ومع وصف المرض أو حالة الآفات الطفحية التي تظهر نتيجة هذا المرض. من جهة أخرى قال مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة في إدلب عماد زهران في تصريح لصحيفة عن البلدي، قال إن الحالة توبعت من قبل المديرية في عيادة خاصة ولا يوجد أي تأكيد على كونها جدري قرود. محمد الشيخ يقول في هذا التعليق، طبعا هذه من التفاعلات على الموضوع، يقول انه كل بلية بدهم يبلوا العالم فيها لازم اولا تكتسب مصداقية ظهورها في احدى الدول المتقدمة وبعدها انتهاج سياسة تهويل وتقديم الخلاص بحلول انتهازية جاهزة. اما درة فتقول في هذا التعليق، صرعتونا، بلش التهويل والكلام الفاضي، هذا فيروس قديم وله لقاح وعلاج، وحتى منظمة الصحة العالمية قالوا مستحيل يصير فيه مثل كورونا وأعراضه حتى خفيفة ما مثل مو مذكور هون، حاج تهويل ونقل للموضوع وتكبيره، استبشروا بالخير. أما هذا الحساب الذي يدعى أسطورة أو أسطورة بروسلي يقول أنا أعرف أنه في علاج لفيروس الجدري بشكل عام تم إيجاده في سبعينات القرن الماضي، ولكن متحورات الفيروس لا يعلم أحد عنها شيء، ومن المؤكد أن المختصين نصحوا باستخدام مصل فيروس الجدري العادي. أما على صعيد الكاريكاتور فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الكاريكاتيرية وهي لهشام شماع تظهر جدري القرود ينقض على منظمة الصحة العالمية أو ما يمثل منظمة الصحة العالمية. جدري القرود أيضا أخذ بعدا آخر في المدى الساخر أو البعد الساخر أو الكوميدي، وخاصة في بلد كمصر والتي تتميز بخفة دم أبنائها، حيث تداول مغردون على موقع تويتر هاشتاغ جدري القرود والذي حقق حضورا طاغيا على الموقع الأزرق، واحتلت هذه الصورة مثلا معظم التغريدات التي تشير إلى أن الإنسان قد يأس من الكرة الأرضية ويريد الهجرة إلى كوكب آخر. الدكتور مهند الملك وهو طبيب سوري وعالم وباحث أيضا سوري كان نشر هذه الصورة على صفحته ليقول إن شكل اختبار جدري القرود القادم سيكون بهذه الطريقة عن طريق الموز كبي سي آر. أما محمود السيد وهو صانع محتوى مصري فقد نشر على صفحته في فيسبوك فيديو يعبر عن غضبه من ظهور جدري القرود، وليقول إنه مهما حدث لن نرتدي كمامات مرة أخرى ورح نصيف ونشوف حياتنا. نتابع.
بيقول لك في حاجة جديدة ظهرت اسمها جدر القرود، يعني ما جماعة اللي مش مستحمي يستحم بقى، يعني ما أصل في إيه طيب؟ ما أصل بيحصل ده مش طبيعي يعني، طب نذبح فدوة للكوكب؟ يعني نشوف عجل سمنتال حلو كده ملحم ونشترك فيه كلنا ونعمل عليه مرقة وفتة ورقاق ونوزعها على الكوكب؟ يعني ممكن ربنا يصلح حالنا؟ لا إحنا عايزين نفدي الأرض، نوزعها على الكواكب اللي حوالينا، نوزعها على أورانوس وزحل والمش، ما أصل اللي بيحصل ده كتير يا إخوانا. وبعدين الجماعة بتوع منظمة الصحة العالمية دول ما بقتش فاهم لهم حاجة بصراحة، يعني كل فترة كده يطلعوا يظرفونا مرض غريب في وشنا، يعني تحس كده ان هم بيحبوا يعملوا محتوى كرييتيف بره الصندوق، بحس ان هم يفضلوا ترند على طول، يعني مرة يقول لك بقى ايش جدر القرود، حبة هنلاقي جرب الاخطبوط، شوية هرش البرغوت، على ايش كورونا وايش لمبادة وحاجات غريبة ما حدش فاهم حاجة، يعني ما مش كده يا جماعة، هو الكحة الناشفة أثرت. أهلا بكم من جديد. يلجأ أشخاص بعد انحسار الأضواء عنهم للفت الأنظار، إما عن طريق تصريحات مثيرة للجدل أو صورة مع أشخاص أو فيديوهات في أماكن ربما تشكل للبعض بقاعا مقدسة وللبعض الآخر جولات استفزازية. بعد الفيديو الشهير للممثل السوري أيمن زيدان والذي تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في أثناء زيارته للمراقد الدينية في مدينة كربلاء العراقية، حيث تعرض لهجوم كبير من قبل المتابعين، ظهر الإعلامي ووزير الإعلام السابق جورج قرداحي، ظهر في فيديو مشابه إلى حد ما، لكنه حظي بحفاوة أكبر، إذ زار قرداحي كل من النجف وكربلاء وتحدث عن حلم راوده منذ فترة طويلة بزيارة ما وصفه مرقد الإمام علي في مدينة النجف، رغم أن المدينة لا وجود فيها لمقام علي بن أبي طالب. نتابع. الأشرف اليوم هي زيارة يعني كنت أحلم بها من زمن. اليوم جئت إلى هذا الصرح العظيم، إلى هذا الصرح الذي يؤمه ملايين الناس، جئت لأشعر ما يشعر به هؤلاء الناس. حقيقة أنا تحت تأثر كبير أن تزور مرقد هذا الرجل العظيم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تخرج من هناك وأنت تحمل في رأسك أفكارا تطلاطم كثيرة. قرداحي من جهة أخرى أثار غضب عراقيين عندما قال عن شوارع العراق إنها كانت في الثمانينات أفضل من الآن. نتابع. أنا وشي مرحبا ببغداد ومرحبا ببلدك الثانية بالعراق. كيف شفت شوارع بغداد؟ كيف شفت شوارع العراق بعد غياب 30 سنة من الثمانينات يعني؟ لا في تغير كتير، قبل كانت أفضل بكتير. منيح هيك بدك صراحة أكثر من هيك. زيارة قرداحي حظيت بتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الكثير من التغريدات حولها وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها. رياض يقول جورج قرداحي يحج إلى ضريح الحسين ثم سيتوجه إلى النجف، دواعش إيران في العراق يظهرون أو يظهرون للجميع انفتاحهم كذبا. أما عمار فعبر عن سعادته بزيارة قرداحي فغرد قائلا: قذف الله حب علي بن أبي طالب في قلوب الشرفاء أولاد الحلال، طالما سمعنا هذا الرجل يتغزل ويترنم بمقولات الإمام علي في برامجه. أما محمد المنتظر فيعلق قائلا: شنو هالتكبر والغرور أمام مرقد الإمام الحسين عليه السلام، أنت منو شنو؟ إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، مواضيع جديدة وحلقة جديدة يوم الغد في تمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، كان معكم عبد المحيط، إلى اللقاء.